في إطار متابعته الميدانية، رئيس الوزراء يتفقد عددا من المصانع بالإسكندرية ويؤكد أن هدف الحكومة حل المشكلات بصورة فورية. في اليوم الثاني بعد 300 من العدوان، الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بقصف مجمع مدارس يؤوي نازحين في مدينة غزة، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين. غارتان لقوات الاحتلال في تل كرم بالضفة الغربية المحتلة تسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين من بينهم قيادي في حماس، 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري، أهلا بكم. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن هدف الحكومة هو تشجيع الصناعة الوطنية وشركات القطاع الخاص على إقامة توسعات لمشروعاتها بالإضافة لحل المشكلات والتحديات التي تواجهها. وخلال تصريحات له عقب جولة تفقدية في عدد من المصانع بمحافظة الإسكندرية، أضاف رئيس الوزراء أن هدف الحكومة الجديدة هو التنسيق التام بين الوزارات وحل المشكلات بصورة فورية، لا سيما في قطاع الصناعة. هدفنا يمكن كل الزيارات اللي بتتعمل، والسادة الوزراء طبعا يعني على مدار الأسبوع الحقيقة بيقوموا بهذه النوعية من الزيارات، إن احنا بنتفقد وندعم ونشجع الصناعة الوطنية على إنها التوسع وحل المشاكل بتاعتها. وجودنا في الزيارات الميدانية بيبقى بنعرف على الأرض إيه المشكلة وبيتخذ قرارات فورية وإحنا موجودين، ودي بتبقى أعتقد مهمة جدا وبتوفر على القطاع الخاص والمستثمرين. عدد منهم بيقعد يقولوا احنا بقالنا شهور عمالين نحاول ان احنا نعرض مشكلتنا، او الموضوع تايهين في الورق والاجراءات البيروقراطيه، بيتاخد القرار واحنا موجودين فورا في نفس اللحظه علشان نتحرك. حتى لما بيبقى فيه موضوع اكبر بيبقى على طول بيبقى فيه اتفاق، وزي دلوقتي هنا بما يخص منطقه مرغم الثانيه، يعني تم التوافق ان هيبقى فيه اجتماع الاسبوع القادم لحل مشكله المنطقه كلها على بعض، لانها ما تخصش مصنع لوحده. هو ده طريقة وطبيعة وفلسفة العمل النهاردة في الحكومة الجديدة. أولاً التنسيق الكامل ما بين الوزارات وبعضها البعض، حل المشاكل على الأرض بصورة فورية، وهو ده اللي احنا يعني بنجري فيه كلنا في قطاع الصناعة، اللي أنا دايماً بقول وأعتقد سيادة الرئيس قالها أكثر من مرة، هو الأمل في دفع عجلة الاقتصاد المصري بصورة كبيرة جداً في خلال الفترة الجاية. كما أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن الصانع المصري يتمتع بخبرة وكفاءة ولديه القدرة على فتح أسواق عالمية في الخارج. أكد مدبولي العمل على تسهيل الإجراءات لتشجيع الصناعة والاستثمار ومضاعفة الموارد الدولارية من خلال توطين الصناعة والعمل على تعزيز التصدير. احنا شوفنا النهاردة مجموعة كبيرة ومتنوعة من المصانع، يعني بدءا من المصنع الأول الخاص بصناعات البورسلين، والحقيقة مصنع على أعلى مستوى، رحنا مصنع للأدوية برضو من أكبر المصانع اللي بتصدر، ورحنا بعد كده الحقيقة عدد من المصانع المتخصصة في صناعة المنسوجات والفرش والحاجات البلاستيكية وكل الكلام ده، وانتهينا هنا في منطقة مرغم 1 ومرغم 2، وقبلها زي ما قلتوا حضراتكم شفتوا كان في المنطقة الحرة. أهم حاجة إن الحقيقة الصانع المصري لا ينقصه لا الكفاءة ولا الخبرة، وقادر ان هو يفتح اسواق عالمية في الخارج. وبالتالي يعني اذا كنا بنتكلم ان احنا عندنا قدرة على مضاعفة الصادرات بتاعتنا، لا ده فعلا الكلام ده قابل للتطبيق وبأسرع كثيرا مما ان احنا حتى نحلم. كما تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مشروع تطوير حدائق المنتزه بالإسكندرية، حيث أكد مدبولي على توجه الدولة وحرصها على تحقيق الاستفادة القصوى من جميع المواقع المميزة التي تمتلكها لا سيما التاريخية، مشيرا إلى أن منطقة المنتزه تتمتع بموقع فريد وساحر ومقومات عديدة لتكون مقصدا سياحيا مميزا جاذبا للزوار والاستثمار في عروس البحر المتوسط. كما تفقد مدبولي مشروع إنشاء فندق ناريمان 1 و2، وكذلك تفقد كشك الموسيقى وأعمال تطوير متحف السادات للتعرف على مقتنياته، فضلا عن تفقد مشروع إنشاء حدائق فاروق المعلقة.
كما تفقد رئيس مجلس الوزراء عددا من المصانع بالمنطقة الاستثمارية الحرة بمحافظة الإسكندرية، حيث مجمع مرغم واحد للصناعات البلاستيكية. وتفقد مصنع الشركة المصرية الأفريقية لصناعة الإسفنج والبلاستيك. وحرص رئيس الوزراء على تفقد مكونات المصنع ومراحل الإنتاج المختلفة به، واستمع مدبولي إلى شرح، حيث حققت الشركة مبيعات بنحو 155 مليون جنيه سنويا، وتستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير. واستعرض مدبولي مخطط إنشاء المنطقة الصناعية مرغم 3، موجها بأن يراعى في إنشاء المنطقة ما يلبي تطلعات المستثمرين فيما يتعلق بالجوانب التخطيطية للمنطقة وإنشاء المرافق اللازمة لعمل المنطقة. شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية. وقام الفريق أول عبد المجيد صقر بالمرور على المعرض العلمي، واستعراض نماذج من مشروعات التخرج المتميزة لطلبة الكلية الفنية العسكرية وكليات الهندسة بالجامعات المصرية. شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية، والذي تضمن ختام فعاليات مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية 8 جائزة الفريق إبراهيم سليم، والتي شملت مسابقة الأنظمة غير المأهولة أرضية، جوية، بحرية في نسختها 8، ومسابقة الأقمار الصناعية في نسختها 4، ومسابقتي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في نسختيهما 2. كذلك ختام مؤتمر الكلية الفنية العسكرية الدولي 8 لبحوث وابتكارات الطلبة في مرحلة البكالوريوس، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين، وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة. بدأت الفعاليات بكلمة اللواء أستاذ دكتور معتز إبراهيم أبو النور مدير الكلية الفنية العسكرية، أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم كافة الأنشطة العلمية المختلفة من مسابقات ومشاريع وابتكارات بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي وخلق المناخ المناسب للمنافسة العلمية التي تواكب الطفرة الهائلة بمختلف المجالات العلمية الحديثة. أعقبه إعلان نتائج المسابقة وتكريم المتميزين بالمسابقات والمؤتمر العلمي وعدد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين من دارس الدراسات العليا. كما قام الفريق أول عبد المجيد صقر بالمرور على المعرض العلمي، وشاهد نماذج من مشروعات التخرج المتميزة لطلبة الكلية الفنية العسكرية وكليات الهندسة بالجامعات المصرية. كذلك النشاط البحثي لأعضاء هيئة التدريس، مشيدا بالمستوى المتميز لمختلف الابتكارات والأنشطة العلمية البحثية التي تم عرضها، والتي تعظ من أوجه الاستفادة العلمية للتطور العلمي المتسارع بكافة العلوم الحديثة. كما أكد على الدور الهام لمجال البحث العلمي في مواكبة التطور التكنولوجي بكافة المجالات، بما يحقق الدور الإيجابي الذي يسهم في خدمة وتقدم مصرنا الغالية. تحت شعار من أم الدنيا إلى كل الدنيا، تطلق وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج على مدار يومين 4 و5 أغسطس، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والجهات المعنية. ويأتي هذا المؤتمر في إطار إحداث تطوير منظومة وآليات التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج بسرعة وكفاءة، والاستفادة القصوى من دور بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في تنفيذ سياسة الدولة في التفاعل مع الجاليات ورعاية مصالحها وربطها بالوطن الأم. We'll be right back.
تنطلق غدا بمكة المكرمة فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر وزراء الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف للدول الإسلامية بحضور وزراء ومسؤولي الإفتاء في 62 دولة إسلامية. من جانبه أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف الشيخ خلال مؤتمر صحفي أكد أن المؤتمر يناقش إطارا متكاملا بحفظ للفتوى لمكانتها وقدرها. اللقاء اليوم في هذا المؤتمر تحضيري تم بحث هذا الموضوع وتم إن شاء الله الاتفاق على إيجاد إطار متكامل يحفظ للفتوى مكانتها وقدرها وأيضا تمنع كل من يحاول الفتوى من غير المعتمدين في المؤسسة الدينية ومن قام بالإفتاء فإنه يقع يعني تحت طائرة المساءلة لأن الفتوى أمرها خطير وشأنها عظيم. وضعت الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي في برنامج عملها مع نبني مستقبلا مستداما وضعت 4 محاور رئيسية لتمكين ودعم العمالة غير المنتظمة. وتولي الدولة بشكل عام اهتماما غير مسبوق بملف العمالة غير المنتظمة، لا سيما أنه يعد جزءا لا يتجزأ من منظومة الحماية الاجتماعية، وهو ما يتطلب توجيه جميع أوجه الدعم اللازم لهذه الفئة. العمالة غير المنتظمة ملف آخر يتصدر اهتمامات الحكومة الجديدة لتوفير حياة كريمة وتقديم كافة الخدمات لهم، ويأتي اهتمام الدولة بهذا الملف باعتباره جزء لا يتجزأ من منظومة الحماية الاجتماعية، وهو ما يتطلب توجيه جميع أوجه الدعم اللازمة لهذه الفئة. هذا وتواصل الحكومة من الجهود في حصر العمالة غير المنتظمة في جميع القطاعات ما يسهم في توفير المعلومات لمتخذ القرار وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين. وتتابع الدولة توفير كل سبل الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والاستفادة من جميع التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، فضلا عن قيامها بالتوسع في البرامج التدريبية وتنمية المهارات للعمالة غير المنتظمة ما يسهم في حصولهم على فرص عمل لائقة. وفي هذا الإطار تولي الحكومة بشكل عام اهتماما كبيرا بتعزيز العمل اللائق بهدف توفير بيئة داعمة للعمالة بشكل عام في مصر. وتقوم الحكومة باستكمال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وتتضمن عدد من السياسات التي تستهدف خلق اقتصاد قوي وتنافسي ومتنوع ما يسهم في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب يسجل بأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. وأؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أفادت مصادر صحفية إسرائيلية أن الوفد الإسرائيلي الذي يزور القاهرة لبحث اتفاق التهدئة
قد عاد إلى الأراضي المحتلة بسبب خلافات مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. كان موقع أكسيوس الأمريكي الإخباري قد نقل عن مصادر أن وفدا إسرائيليا رفيع المستوى بمشاركة رئيسي الموساد والشباك ومنسق العمليات قد وصل إلى القاهرة لمواصلة بحث اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين. وأوضح موقع أكسيوس أن مغادرة الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة كان نتيجة ضغط أمريكي لمواصلة مفاوضات صفقة المحتجزين. ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بعد استهدافها مدرسة تؤوي آلاف النازحين بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين فضلا عن وجود مفقودين. وأوضح مصدر أن القصف طال مدرستين متجاورتين وتقعان في منطقة مكتظة بالسكان وبالقرب من سوق مركزي، منوهة إلى أنه خلال انتشال الشهداء والجرحى قام الاحتلال بالتحذير بالإخلاء لقصف وشيك لمرة أخرى في ذات المنطقة. كما أوضح المصدر أن طيران الاحتلال شن حزاما ناريا عنيفا على مربع المدارس في محيط سوق الشيخ رضوان. أعلنت السلطات الصحية في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات بقطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 31 شهيدا و62 إصابة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية. هذا وما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وقد ارتفعت في اليوم الثاني بعد 300 ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 39,550 شهيدا و91,280 مصابا، وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي. أدانت الجامعة العربية بأشد العبارات الانتهاكات والجرائم وسياسات القمع الوحشية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في حق الأسرى في سجونه ومعتقلاته السرية. جاء ذلك في اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى الفلسطينيين، حيث انطلقت الفعاليات الفلسطينية التي أعلنت عنها مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية الفلسطينية ردا على جرائم حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة في حق قطاع غزة. أكثر من 300 يوم من الدمار والتشريد والتجويع والإبادة عاشها الفلسطينيون وما زالوا يعايشونها دون بارقة أمل لوقف هذا العدوان الوحشي عليهم. واليوم دعت منظمات عالمية وعربية إلى وقفات تضامنية في كل أنحاء العالم بمناسبة اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى الفلسطينيين ودعما للشعب الفلسطيني الصامد أمام آلة القتل الإسرائيلية. ففي خضم الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي والتطهير العرقي الممنهج، يقف العالم مجدوها أمام الحقائق التي تسجلها الأرقام. فقد أعلنت وكالة غوث لتشغيل الفلسطينيين أونروا أن أكثر من 500,000 طفل دون الخامسة في غزة يحتاجون لدعم غذائي. وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أن أكثر من 9,700 أسير يقبعون في سجون الاحتلال ويواجهون ظروفا غير آدمية وتعذيبا ممنهجا أدى إلى إصابة العديد منهم بأمراض نفسية وإعاقات بدنية، إلى جانب استشهاد عدد غير معلوم منهم جراء التعذيب الوحشي. وبينما وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 40,000 معظمهم من النساء والأطفال منذ 7 أكتوبر، نجد أن هناك ما يزيد عن 10,000 مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال بالفعل. ودعت المنظمات الفلسطينية إلى وقفات شعبية وتظاهرات مجمعية جميع المحافظات الفلسطينية كواجب وطني وإنساني فوق أي اعتبار وكمسؤولية فردية وجماعية إزاء سنوات طويلة من الإبادة الممنهجة والاستعمار الغاشم. وأكدت المنظمات أن نضال اليوم هو امتداد لنضال الشعب الفلسطيني المستمر منذ عقود في وجه الاستعمار وداعميه، وهو صرخة في وجه الصمت الدولي المخزي والعجز الأممي أمام هذا المستوى من الجرائم والوحشية. ليس هذا فحسب، بل إن تلك التظاهرات والوقفات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الشعب الفلسطيني عازم على نيل حقوقه واسترجاع أراضيه المحتلة، فلم تكسره وحشية ولم يهزمه عدوان. ولا عجب، فهو الشعب
الشعب صاحب الحق وصاحب الأرض. أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أن اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس نفذه الاحتلال الإسرائيلي بدعم من الحكومة الأمريكية. أضاف بيان الحرس الثوري أن إسماعيل هنية اغتيل بإطلاق قذيفة قصيرة المدى برأس حربي وزنه نحو 7 كيلوغرامات مصحوبة بانفجار شديد من خارج غرفته. مع تعالي التكهنات بقرب الرد الإيراني على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بدأت طهران في اتخاذ عدة إجراءات داخلية في إطار ردها على الخرق الأمني الكبير الذي واجهته إثر اغتيال هنية. الإجراءات شملت اعتقال أكثر من 20 شخصا من بينهم ضباط استخبارات كبار ومسؤولون عسكريون وموظفون في دار الضيافة يديرها الجيش في طهران. وذكرت تقارير أن وحدة الاستخبارات المتخصصة في التجسس التابعة للحرس الثوري تتولى التحقيق وتطارد المشتبه بهم على أمل أن تقودهم إلى أعضاء فريق الاغتيال الذي خطط وساعد ونفذ عملية الاغتيال. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن البروتوكولات الأمنية قد تم إصلاحها بالكامل في اليومين الماضيين لكبار المسؤولين، كما تم تبديل المعدات الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة، وأن بعض كبار المسؤولين تم نقلهم إلى مكان مختلف. وقبل أيام قليلة من اغتيال هنية، قال وزير الاستخبارات الإيراني سيد إسماعيل الخطيب لوسائل الإعلام المحلية إن إيران فككت ودمرت شبكة من المتسللين من الموساد، وسببت ظروف اغتيال هنية حرجا كبيرا للاستخبارات الإيرانية وأجهزة الأمن، والذي جاء في وقت كانت فيه العاصمة طهران تحت إجراءات أمنية مشددة مع مراسم تأدية الرئيس الجديد مسعود بزشكيان اليمين الدستورية. وإلى الضفة الغربية، حيث استشهد 9 فلسطينيين إثر استهدافين قامت بهما قوات الاحتلال اليوم في محيط مدينة تلكرم شمال الضفة الغربية المحتلة. وأوضح مصدر فلسطيني أن طيران الاحتلال استهدف مجموعة من الفلسطينيين من بين بلدة بلعة وأكتابة شرق تلكرم، بينما استهدف الهجوم الثاني سيارة كانت تقل 5 فلسطينيين من بينهم قيادي في حركة حماس بطائرة مسيرة قرب بلدة زيتا شمال تلكرم. وداهمت قوات الاحتلال المنطقة بعدد من الأليات بعد القصف دون السماح لطواقم الإسعاف الفلسطيني من الاقتراب من الموقع. هذا وقد انتشرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال على مدخل مخيم تلكرم وتزامنا مع العملية العسكرية المستمرة بالمدينة. التاسعة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. في اتصالين، عبد العاطي يؤكد لنظيره الإيراني رفض مصر لسياسات إسرائيل التصعيدية، ويطلع نظيره اللبناني على اتصالات القاهرة لاحتواء الوضع. أكد وزير الخارجية خلال اتصاله مع وزير خارجية إيران المكلف علي باقري على الموقف المصري الداعي إلى وقف الحرب على قطاع غزة باعتبارها السبب الرئيسي لزيادة حدة التوتر والمواجهة في الإقليم، ومؤكدا على موقف مصر الرافض للسياسات التصعيدية الإسرائيلية وسياسة الاغتيالات وانتهاك سياسة سيادة الدول، مشيرا إلى أن تلك السياسات لن تصب في مصلحة أي من الأطراف ولن تؤدي إلا لتأجيج الصراع على النحو الذي يصعب معه احتواء الأزمة. من جانبه، أعرب وزير خارجية إيران المكلف عن تقديره للمبادرة المصرية بالتواصل وحرصها على أمن واستقرار المنطقة. أجرى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية لبنان عبد الله أبو حبيب. خلال الاتصال، أعرب عبد العاطي عن دعم مصر ومساندتها للبنان الشقيق في مواجهة التهديدات المحيطة به، مشيرا إلى ما تقوم به مصر من اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف المعنية والفاعلة بهدف احتواء التصعيد الجاري والحفاظ على مصالح الشعب اللبناني. وأعرب وزير الخارجية عن القلق البالغ تجاه تزايد وتيرة
التصعيد بشكل خطير في المنطقة وتأثيراته المحتملة على أمن واستقرار لبنان، داعيا إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل الحيلولة دون تدهور الأوضاع والانزلاق إلى توسيع رقعة المواجهة بشكل يؤدي إلى تداعيات شديدة الخطورة على أمن واستقرار الإقليم. أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلية أنها اغتالت عنصرا بارزا في حزب الله خلال قصف على جنوب لبنان، وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام قد أفادت بوقوع إصابات في غارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة بين وادي جيلو والبازورية في مدينة صور. وأضافت الوكالة أن غارة جوية إسرائيلية أخرى استهدفت شاحنة للمواد الغذائية عند الحدود اللبنانية السورية، وذلك دون وقوع إصابات. أعرب الناطق الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفال أندريا تيننتي أعرب عن تخوفه إزاء كثافة الهجمات المتبادلة بين لبنان وإسرائيل وتزايد التوتر واحتمال حدوث سوء تقدير قد يؤدي إلى صراع مفاجئ وأوسع نطاقا. أوضح ناطق اليونيفال أن هناك حديثا مباشرا مع السلطات اللبنانية والإسرائيلية لحثهما على الالتزام بالعمل نحو حل سياسي ودبلوماسي، فضلا عن حث جميع الجهات الفاعلة المعنية لوقف إطلاق النار والتأكيد على أن الحل السياسي والدبلوماسي هو الحل الوحيد القابل للتطبيق على المدى الطويل. قررت شركتا إير فرانس وترانزفيكا فرانس تمديد تعليق رحلاتهما إلى بيروت حتى 6 أغسطس بسبب الوضع الأمني، وكانت الشركتان قد علقتا خدماتهما إلى العاصمة اللبنانية منذ 29 يوليو وسط مخاوف من تصعيد عسكري بين إسرائيل وحزب الله. كما علقت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى بيروت بما فيها لوفتهانزا الألمانية والتي سيبقى قرارها ساريا حتى 5 أغسطس. كما أعلنت الشركة ومجموعة إيطال إيطالية تعليق رحلاتهما إلى تل أبيب لأيام عدة. أعلنت السويد أنها ستغلق سفارتها في بيروت وسط مخاوف من تصاعد الحرب في قطاع غزة إلى صراع على مستوى المنطقة، وذلك بعدما دعت مواطنيها إلى مغادرة لبنان. وقال وزير الخارجية توبياس بيلستورم للإذاعة السويدية قال إن وزارة الخارجية أصدرت تعليمات لموظفيها بمغادرة بيروت والسفر إلى قبرص، كما أن الوزارة تخطط لنقل طاقم سفارتها مؤقتا إلى قبرص. What Russia's war in Ukraine is about. By trying to conquer Ukraine, the second largest country in Europe, Russia has demonstrated its. كشفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن تعزيزات عسكرية سترسلها إلى الشرق الأوسط تتضمن مقاتلات ومدمرات وبوارج إضافية. كما كشفت عن استعداداتها لنشر المزيد من أنظمة الدفاع الصاروخية في المنطقة، وذلك على خلفية التصعيد الذي يشهده الإقليم. وأضاف البنتاغون أنه يواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لتخفيف احتمالية التصعيد الإقليمي من قبل إيران أو شركائها، مشيرا إلى أن وزير الدفاع لويد أوستن أكد أن الولايات المتحدة تحمي قوتها ومصالحها الخاصة بالمنطقة، بما في ذلك الالتزام الراسخ بالدفاع عن إسرائيل. في قرار أرجعته إلى تعزيز دفاعاتها في الشرق الأوسط أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنشر مقاتلات وسفنا حربية إضافية في الشرق الأوسط. وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون فقد أمر وزير الدفاع لويد أوستن بتعديلات على وضع الجيش الأمريكي بهدف تحسين حماية القوات الأمريكية وزيادة الدعم للدفاع عن إسرائيل وضمان استعداد الولايات المتحدة للتعامل مع حالات الطوارئ المتنوعة. وزير الدفاع الأمريكي وافق على إرسال المزيد من سفن البحرية والمدمرات التي يمكنها إسقاط الصواريخ البالستية في الشرق الأوسط وأوروبا. وعلى الرغم من أنه كانت هناك تكهنات بأن البنتاغون ربما لا يستبدل المجموعة القتالية لحاملة الطائرات ثيودور روزفلت في الشرق الأوسط
بعد أن تستكمل انتشارها الحالي، فإن أوستن قرر إرسال حاملة الطائرات إبراهام لينكولن لتحل محلها. وإلى جانب ذلك، فقد جاء في بيان البنتاغون أن الولايات المتحدة ستعزز استعدادها لنشر المزيد من الدفاعات الأرضية ضد الصواريخ الباليستية. هذه التحركات العسكرية الأمريكية جاءت بعد أن أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نشر قوات عسكرية دفاعية أمريكية جديدة لدعم إسرائيل في مواجهة تهديدات مثل الصواريخ والطائرات المسيرة. تعزيز واشنطن لتواجدها العسكري في الشرق الأوسط يبدو في ظاهره بسبب تعزيز الدفاع عن قواتها هناك، أما في باطنه فهو التحسب لرد إيراني على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في عقاب وعيد لتل أبيب من طهران وحزب الله بعد سلسلة اغتيالات نفذتها إسرائيل، ربما تنذر بتوسيع الصراع والتوتر المشتعل بالفعل. جددت الخارجية السودانية مطالبها للمجتمع الدولي باتخاذ موقف رادع تجاه قوات الدعم السريع وداعمها لمنع الاستخفاف بالشرعية الدولية. وذكرت الخارجية السودانية أن البيان الأخير لمنظمة أطباء بلا حدود كشف عن احتجاز قوات الدعم السريع لشاحنات المنظمة التي تحمل الأدوية والمواد الغذائية والعلاجية للفاشر ومعسكر زمزم، وذلك منذ أكثر من 4 أسابيع. وأشارت الخارجية السودانية إلى أن بيان المنظمة يوضح بشكل كاف أن قوات الدعم السريع هي من تسببت في انتشار الجوع في معسكر زمزم حسب ما ذكرت لجنة من خبراء الأمن الغذائي، موضحة أنه لا أساس للزعم بأن عدم استخدام معبر حدودي بعينه هو سبب عدم وصول الإغاثة للمحتاجين في المنطقة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم نشره من أنباء بشأن اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية. بدورها شددت وزارة الطيران المدني أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، حيث تقوم الدولة بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية. أشارت الوزارة إلى أنه من المستهدف طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص باعتباره الأقدر في إدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة. أعلن وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار تقديم 1,943,158 خدمة طبية من خلال حملة ميت يوم صحة، وذلك منذ إطلاق رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي النسخة الثانية في جميع محافظات الجمهورية قبل يومين. ودعا وزير الصحة جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للاستفادة بخدماتها أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن للحملة. تفقد نائب وزير الصحة والسكان عمرو قنديل مركز طبي لسراي القبة والتابع لمنطقة زيتون الطبية بالقاهرة للتأكد من جودة الخدمات الطبية ومتابعة منظومة صرف الألبان وتطعيمات الأطفال ومراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية. تأتي الجولة تنفيذا لتكليفات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان لنواب الوزير بالتواجد الميداني والمتابعة المستمرة للخدمات الطبية والوقائية والاستماع لآراء ومقترحات المرضى من متلقي الخدمات الصحية للتعرف على أي تحديات والعمل على حلها. أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت أنه لا بديل عن تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة كأحد أهم محاور خطة العمل العاجلة لتحقيق هدف استقرار التيار واستمراريته. جاء ذلك خلال قيام وزير الكهرباء بزيارة ميدانية مفاجئة إلى محطة توليد كهرباء 6 أكتوبر بقدرة 1518 ميجاوات لمتابعة سير العمل والتشغيل والصيانة. وشملت الجولة الميدانية زيارة مفاجئة إلى المقر المؤقت لإدارة شبكات توزيع أكتوبر 2 بمنطقة حدائق أكتوبر.
قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق إن الدولة تشجع استخدام التطبيقات الحديثة والطرق المبتكرة لإدارة المياه ونظم الري الحديث والطاقة الشمسية من أجل ترشيد المياه وتحقيق إنتاجية عالية. جاء ذلك خلال تفقد الوزير لعدد من الحقول الإرشادية التي تروى بأساليب الري الحديثة خلال زيارته لمحافظة البحيرة، حيث التقى وزير الزراعة ببعض المزارعين واستمع إلى مشكلتهم. تابع وزير الموارد المائية والري هاني سويلم خطة تدريبية للعاملين بالوزارة بناء على الاحتياجات الفعلية وتنفيذا لرؤية مصر 2030 بمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، وتهدف الخطة التدريبية لإحداث تأثير إيجابي ومستدام من خلال تطوير مهارات المتدربين لتحسين الأداء والإنجاز وتطبيق كافة معايير الجودة في تصميم البرامج التدريبية والمواد العلمية المقدمة للمتدربين. هذا وقد قام المركز بتوقيع 7 بروتوكولات وشراكات مع الجامعات ومنظمات المجتمع المدني سعيا للوصول لأقصى درجات النظام والجودة، حيث أتم المركز إجراءات اعتمادات شهادة الجودة ISO 9001 واعتماد المجلس الأعلى للجامعات. أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد على دعم مصر لدولة أذربيجان في إعداد مؤتمر المناخ كوب 29 لاستكمال النجاح الذي بدأته مصر في تعزيز التعاون لدعم العمل متعدد الأطراف في الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة والمعنية بتغير المناخ. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة عبر الفيديو كونفرنس في اجتماع مع وزير البيئة والموارد الطبيعية بدولة أذربيجان وكذلك وزير التعاون الإنمائي الدنماركي. ناقش الاجتماع سبل الإعداد لمؤتمر المناخ القادم في أذربيجان كوب 29 وآليات تعزيز دور الثنائيات الوزارية المشتركة المعنية بإدارة موضوعات المناخ مثل الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ. ونتحول في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد والتفاصيل مع رجاء رمزي، تفضل. شكرا جزيلا إلهام، شكرا لك إيهاب. مشاهدينا أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر مايو عن العام الماضي بنسبة بلغت 10.3%. أوضح الإحصاء أن قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر مايو 2024 بلغت 3.57 مليار دولار مقابل 3.98 مليار دولار، وذلك لنفس الشهر من العام السابق. ذكر المركز أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة بلغت 0.4% في المقابل انخفضت قيمة الواردات بنسبة بلغت 5.1%. أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أهمية المتابعة والرقابة على الأسواق والسلع للتخفيف على المواطنين والعمل على زيادة عدد المنافذ والارتقاء بها. جاء ذلك خلال لقاء وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ مطروح خالد شعيب مع أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلس النواب والشيوخ بمطروح. وجه وزير التموين بأهمية توفير الخبز للمصطافين بالمحافظة والتأكيد على توفير الحصة التموينية اللازمة لها حسب الاحتياجات وكثافة تواجدهم. بدأنا الجولة في محطة تعبئة البوتاجاز في الكيلو 16، ثم بعد ذلك أحد المطاحن الخاصة، واطمنا على جودة الدقيق وتوفر احتياط استراتيجي من القمح موجود عنده، بالإضافة إلى أحد المجمعات الاستهلاكية اللي تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، واطمن على توفر السلع وعلى جودة المنتجات، بالإضافة إلى طرح المنتجات داخل المجمع الاستهلاكي، ودخلنا
للمعرض الدائم للسلع الاساسيه بصحبه معالي الوزير ومعالي الوزير المحافظ، وفي منتجات تم اضافتها داخل طبعا المجمع، ثم بعد ذلك سوق للخضار والفاكهه، وبعد كده انتقلنا الى احد المخابز البلديه، طمنا من جوده الدقيق والمواطنين بياخدوا كل السلع اللي هم محتاجينها، واختتمنا الجوله بلقاء الساده اعضاء الغرفه التجاريه في محافظه مطروح، وقد ايه في تعاون مثمر ما بين القطاع العام والقطاع الخاص ممثل في مبادرات تخفيض السلع او معارض اهلا رمضان او اهلا مدارس، وايضا كل الساده النواب كانوا حاضرين للجوله واستمعنا الى مطالبهم، ووعد على الفور سياده الوزير بتنفيذها سواء تخص الساده النواب او المواطنين. أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول يمثل قفزة نوعية في صناعة التكرير بالصعيد. جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير لمجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، في خطوة تأتي تتويجا للجهود المبذولة لتنمية صعيد مصر. قال وزير البترول إن المجمع الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2021 يغطي احتياجات محافظات الصعيد من البنزين بجميع أنواعه. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث هبطت أسعار النفط وأغلقت عند أدنى مستوياتها، وذلك منذ يناير بعد بيانات أظهرت تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع. الشهر الماضي تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بما يعادل 3.41% محققا 76 دولار 81 سنتا للبرميل، فيما انخفضت العقود الأجل الغاب لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغ 3.66% محققا 73 دولار 52 سنتا، فيما تراجعت أسعار المازوت أيضا بنسبة بلغ 3.1% محققة دولارين 2.33 سنتا للتر. أيضا انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 0.5% مسجلة دولار 1.97 سنتا، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. صدق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على القرار بتخصيص مقعد إضافي في مجلس إدارة الصندوق لصالح إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ليصبح عدد المقاعد في المجلس 25 مقعد. يعد تخصيص مقعد إضافي لإفريقيا جنوب الصحراء في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي جزء من دعوة أوسع أطلقتها الدول الإفريقية لتحسين تمثيلها ليس فقط داخل صندوق النقد الدولي، ولكن أيضا داخل أي منظمة تلعب دورا رئيسيا في الهيكل المالي العالمي الحالي. مشاهدينا، نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة مجددا إلى هبة وإلهام، فإليكم. أشكرك رجائي. زار زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون وحدة للقوات الجوية وأشاد بالطيارين لمساعدتهم في إنقاذ ضحايا الفيضانات. وهاجم كيم من أسماهم بالأعداء وقال إنه يتخلى عن الدفاع الوطني مقابل المساعدات. كانت كوريا الجنوبية قد عرضت مؤخرا المساعدة على كوريا الشمالية، وذلك بعد تقاريرها عن فيضانات كبيرة على حدودها مع الصين. والآن متابعة لأهم الأخبار الرياضية. رجائي رمزي في وقفة مع المنافسات المختلفة. أشكرك شكرا جزيلا هبة، شكرا إلهام. مشاهدينا، أخبار الكرة والملاعب نتابعها وإياكم في هذه النافذة الرياضية. حصل منتخب مصر لكرة القدم على ثاني أعلى منتخب تقييما، وذلك في أولمبياد باريس 2024 بتقييم وصل إلى 7.1، وذلك بالتساوي مع المغرب بعد فرنسا.
من جانبه قال المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي روجيرو ميكالي، قال إن بلوغ نصف نهائي منافسة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 على حساب باراغواي هو لحظة فريدة من نوعها خالدة في القلوب. كان المنتخب الوطني الأولمبي قد تأهل لدور نصف النهائي في مسابقة كرة القدم ضمن أولمبياد باريس ليلاقي فرنسا صاحبة الضيافة في الدور قبل النهائي بعد غد الاثنين. هذا ما تمكن المنتخب الوطني لكرة اليد للرجال من التأهل للدور ربع النهائي، ذلك إثر فوزه على نظيره النرويجي في الجولة الرابعة بدور المجموعات. يوم متميز للألعاب الجماعية ضمن باسة مصر المشاركة في أولمبياد باريس 2024 رسم معالمه أبطال منتخبي كرة القدم وكرة اليد في سبيل إسعاد المصريين الذين يتوقون لإنجاز أولمبي جديد. المنتخب الوطني الأولمبي صنع التاريخ وصعد إلى نصف نهائي مسابقة كرة القدم في الأولمبياد عقب تغلبه على نظيره منتخب باراغواي بركلات الترجيح بخمس ركلات مقابل أربع. بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله، استقد منتخب باراغواي في الدقيقة 71 بهدف قبل أن يتعادل إبراهيم عادل للفراعنة في الدقيقة 88 من عمر اللقاء. بهذا الإنجاز كتبت مصر التأهل الثالث لها تاريخياً إلى نصف نهائي مسابقة كرة القدم بالأولمبياد بعد دورتي 1928 و1964، وبذلك سيلعب المنتخب الوطني الأولمبي مع نظيره الفرنسي في نصف نهائي مرتقب وقوي. على الجانب الآخر صعد المنتخب الوطني إلى ربع نهائي منافسات كرة اليد للرجال عقب تغلبه على منتخب النرويج بنتيجة 26-25 في إطار مباريات المجموعة الثانية، ليحقق المنتخب الوطني الذي يعد من كبار اللعبة عالمياً الانتصار الثاني في الأولمبياد عقب فوزه على المجر مقابل تعادل مع صاحبة الأرض فرنسا وخسارة من الدنمارك. وتنتظر المنتخب الوطني مواجهة أخيرة أمام الأرجنتين، وفي حال الفوز بها فمن الممكن أن يتأهل إلى ربع النهائي وصيفاً عن المجموعة الثانية، بما قد يسهل من طريقه إلى المربع الذهبي الذي وصل إليه في أولمبياد طوكيو 2020. مشاهدينا نهاية هذه النافذة الرياضية، عودة مجدداً إلى الزميلتين هبة وإيهان فعليكم. أشكرك رجاء رمزي. تواصل فرق الإنقاذ في الهند لليوم الخامس البحث عن مفقودين جراء الانهيارات الأرضية التي وقعت جراء العاصفة والأمطار الغزيرة. كانت ولاية كيرالا الهندية بجنوب البلاد قد شهدت منذ الثلاثاء الماضي انهيارات أرضية جراء تساقط الأمطار الغزيرة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص وفقدان العشرات. وأرجع خبراء المناخ هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية القاتلة التي شهدتها جبال الهند وباكستان ونيبال خلال السنوات القليلة الماضية إلى تغير المناخ. أخبار الطقس في نشرتنا مرة ثالثة وأخيرا نعود فيها إلى رجاء رمزي، تفضل. إلهام نمر، هبة حسين، شكرا لكما مشاهدينا. توقعات خبراء الطقس نتابعها وإياكم في هذه الجولة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، جنوب سيناء، جنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. فيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، نبدأ بمحافظة القاهرة العظمى فيها 35، الصغرى فيها 26 جو حار، الإسكندرية 32-24، مطروح 31-24، بورسعيد 33-26، الإسماعيلية 37-25، محافظة السويس العظمى فيها 37، الصغرى فيها 25، العريش 34-23، طابة 36-25، شرم الشيخ 39-30، الغردقة 40-30. أما محافظة الأقصر العظمى فيها 43، الصغرى فيها 28، أسوان 42-29،
الوادي الجديد 42-25 شلاتين 34-29 أما حلايب العظمى فيها 38 والصغرى فيها 31 والآن نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية نتابع. والآن مشاهدينا نترككم ولقطتنا الأبرز لهذا اليوم. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية النشرة وإليكم تذكرة بأبرز العناوين. في إطار متابعته الميدانية رئيس الوزراء يتفقد عددا من المصانع بالأسكندرية ويؤكد أن هدف الحكومة هو حل المشكلات بصورة فورية. في اليوم الثاني بعد 300 من العدوان الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بقصف مجمع مدارس يؤوي نازحين في مدينة غزة ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين. غارتا لقوات الاحتلال في تلكرم بالضفة الغربية المحتلة تسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين من بينهم قيادي في حماس. نهاية نشرة التاسعة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري. شكراً للمتابعة ودمتم في أمان الله.